لا تأتيه فرادى، المصائب تتوالى على الرئيس الأمريكي جو بايدن، أسعار الاستهلاك تتزايد بوتيرة غير مسبوقة، التضخم يسجل أعلى مستوياته منذ العام 1982، وتواجه خطة بايدن للإنفاق الاجتماعي والبيئي صعوبات جمة فاقمتها الأرقام. الاستياء العام يسود بين الأمريكيين، فقد باتوا يدفعون أسعارا أعلى لكل شيء، المواد الغذائية، الوقود، السيارات، وحتى بطاقات السفر. تستغل المعارضة الجمهورية الوضع، تتهم سياسة بايدن الاقتصادية القاضية بضخ آلاف مليارات الدولارات في الاقتصاد بأنها أسهمت في التضخم. هو إعصار اقتصادي إذن ضرب خطط الرجل. هل يبدأ التعامل معه؟ لم يجد الوقت الكافي. هناك إعصار آخر كان يكبر ويكبر ويكبر، إعصار حقيقي هذه المرة، إعصار كنتاكي الذي دمر بلدات في جميع أنحاء الولاية جنوب غربي العاصمة واشنطن. حل الإعصار الأقوى بتاريخ الولاية، نشر الدمار، غير ملامح البلدات والمدن، آلاف المنازل تحولت إلى أطلال، خسائر يصعب تقديرها حاليا، هذا ماديا. إعصار كنتاكي يعتبر الأحدث ضمن سلسلة من الكوارث الطبيعية، ووسط ما ضرب الولايات المتحدة هذا العام من عواصف مدمرة وفيضانات شديدة وحرائق غابات ضخمة، قد يكون إعصار كنتاكي من بين أضخمها في الخسائر. حسين الطول. الإعصار الذي ضرب مدينة مايفيلد جنوب غرب ولاية كنتاكي غير ملامحها، فالبيوت أصبحت أطلالاً وأكواماً من ركام، حتى أن سكانها يقولون إنه إذا أعيد بناؤها فلن تعود كما كانت. عدد الضحايا تخطى 100، فيما يزال البحث جارياً عن المفقودين بين الأنقاض. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن تقديم مساعدات فيدرالية لولاية كنتاكي التي أعلنها منطقة كارثة كبرى، لكن الخسائر المادية تقدر بمليارات الدولارات. فحاكم الولاية قال إن الإعصار الذي ضربها هو الأقوى والأكثر فتكاً في تاريخها. هذه كانت مغامرتنا مع الإعصار هنا حنين. نتركك الآن مع مغامرة من نوع آخر. كوني حذراً.